أحداً، ولكنني أكلت جميع السكاكر في المنزل. ماذا أفعل؟ مهما خبأتها أمي، أستطيع أن أشمها من بعيد. يمكنني أكلها ليل نهار، في العشاء والغداء والإفطار. واليوم سوف يأتينا ضيوف، ولن تجد أمي حبة السكاكر واحدة فوق الرفوف. مسكينة أمي، ستشعر حتماً بالإحراج. ورطة، ورطة، وها هي قد اقتربت مني وأخذت تلفني وتشمني. كشرت أمي عن أنيابها غاضبة. ريمونة، أيتها القطة الشقية، هل أكلت جميع حبات السكاكر؟ كيف أكلتها كلها؟ أنا لم أستطع الاعتراف، ولكنني أيضاً لم أتعود الكذب والالتفاف. أكلتها جميع السكاكر، أكلتها. ورطة وضعت نفسي فيها. أتى الضيوف، وأمي بذكائها رتبت أمورها وقدمت لهم المكسرات اللذيذة والفاكهة الطازجة، واستمتعوا كثيراً بتناول هذا الطعام الصحي. تركتني في غرفتي وحيدة ومنعت عني لعبتي الجديدة. ولكن بعد لحظات قليلة، ولم يكن باليد حيلة، ألم في معدتي يمزقها، وجع في أسناني يضربها. أمي، النجدة، أنقذيني، أشعر بألم فظيع. إنه من السكاكر. أتت أمي على عجل لأنني أصرخ مستنجدة. أيتها القطة الصغيرة، أنت متألمة كثيراً. هزت أمي رأسها يميناً ويساراً، حركت ذيلها للأسفل ثم رفعته إلى الأعلى. لابد أنها تفكر وتخطط. وجدت الحل لورطتي. ألم معدتك سيهدئه الحليب، وأسنانك سيعالجها الطبيب، والسكاكر سنستبدل بها الحليب، وعيني عنك بعد اليوم لن تغيب. أنا قطة صغيرة، وسأحاول ألا أضع نفسي في ورطة كبيرة بعد اليوم، وسأتناول حبة سكاكر صغيرة. أرجوكم ذكروني إن نسيت.